جوز كلام. وانتوا عايزين ترموا بالكم عليا؟ عايزين تلبسوني نصيبه؟ طب والله العظيم اخافوا. قالت مواقع رجع 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 على المسلسل. انا مسلسل اللي على المحطه اللي قبل هاي. اي صرنا شايفينه 100 مره ما مليت منه. شو هالصوت؟ يمكن من التلفزيون. لا 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 مو من التلفزيون. ها هي نوسته. ايه والله من برا. بس ما على علمي في عرس بالحاره. حقوم شوف شو القصه من على البرنده. معقوله حدا راجع من السفر؟ ايه شو بدها الناس ترجع تساوي؟ لا 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 ما بظن. هذا شكله شي عرس او خطبه. شو شفت؟ من وين الصوت؟ والله ما بعرف. في ولاد كتير بالشارع حاملين اعلام وعم يغنوا بس ما فهمت ليش ومشان شو. شو القصه يا ترى؟ الا كان نزيل فهمنا شو في. يعني هلا ما بتقدري بلا ما تعرفي؟ لا نزيل. حاضر. شو صار معاه؟ والله ما بعرف. خالطين عباس بدباس. قال هي مؤسسة لدعم الأطفال ورعايتهم عاملة مبادرة للأطفال مشان يطلعوا ويعبروا عن نفسهم ويشجعوا المنتخب. شلون يعني ما فهمت؟ ولا أنا فهمت. بس في أولاد كتير ملونين وجوههم وعم يغنوا ويرقصوا ويشجعوا المنتخب. أي الله دخيلك بينبسطوا هالولاد. كأنه عجبك الموضوع؟ يعني مو عجبني بس عادي. شو فيها إذا الأولاد غنوا ورقصوا؟ فيها أنه أولا قاطعين الشارع، ثانياً عم يستخدمون للولاد لتشجيع المنتخب تحت بند دعم ورعايتهم. بعدين دخلك شلون عم يدعموهم هلا؟ قولي لي. اذا معطوهم بالالوان وزتوهم بالشوارع يرقصوا ويغنوا هيك بكونوا دعموا الاولاد. هلا انا ما قلت انه صح بس قلت انه الاولاد بيتسلوا. إيه بدل ما يصرفوا مصاري على مطالعه الاولاد بالشوارع يروحوا يصرفوهم على برامج دعم نفسي او على التعليم او على تطوير المهارات. لك ستي يصرفوهم على رحل ترفيهيه بس عشي يكون مفيد للطفل، مو هاي المسخره اللي عم تصير. الحق معك والله الحق معك وانا بايدك بكل كلمه قلتها وبسحب كلمتي انه بيتسلوا. منيح هيك؟ لازم تكوني مقتنعة. لك والله مقتنعة، كل شي حكيناه انه بيتسلوا. ام جوزيف لا تقولي لي. خلص خلص الحق معك، وانا بايدك انه الطفل تحديدا يا اما بينشغل معه بشكل صحيح يا بلا الشغل كله. يا عيني عليكي. دخلك وين صار المنتخب هلا؟ لا تقولي لي كمان انك مهتمة ومتابعة اخبار المنتخب، اصلا لازم تقاطعيه مقاطعة كاملة لانه هذا المنتخب ما بيمثل الا جوز كلام.